أهلا بكم إلى حلقة جديدة من تحت الضوء. أليست ثورة تشرين ثورة سلمية؟ ألم تنادي بمطالب شعبية للتحرر من الفساد السياسي؟ ألم تطالب بوطن؟ ألم تنادي بإسقاط العملية السياسية التي حطمت أحلام وأمال الشعب العراقي وبددت ثرواته وأمواله وحقوقه؟ لماذا تزايدت ظاهرة الطعن بالسكاكين والاغتيالات للمتظاهرين؟ أين القانون من التهديدات العلنية للميليشيات التي تتبع مقتدى الصدر للمتظاهرين السلميين؟ ولماذا تزايد انتقاد المتظاهرين لمقتدى الصدر وهتافهم ضده؟ وما حقيقة الدور الذي يقوم به مقتدى الصدر تجاه ثورة تشرين؟ وأين تقف ثورة تشرين السلمية الآن خلال هذه المرحلة؟ نشاهد سويا هذا التقرير ثم نبدأ حلقتنا بعنوان ساحات ثورة تشرين وسكاكين الميليشيات. تعددت طرق القمع لثوار تشرين والهدف واحد، هو إسكات صوت المتظاهرين المطالبين بإسقاط العملية السياسية ورحيل الأحزاب الفاسدة. بعد إطلاق القوات الحكومية وميليشياتها الرصاص الحي واستخدام طلقة بنادق الصيد على المتظاهرين السلميين، اتخذت ميليشيا السرايا تابعة لمقتدى الصدر أسلوباً إضافياً، هو الطعن بالسكاكين والضرب بالهروات، ما أوقع العديد من الإصابات الخطرة في صفوف المتظاهرين والتهديد بالخطف والاغتيالات بسيارات خاصة كما كانوا يفعلون من قبل. قبل جايينكم في البطة هسه بالدوسية. مقتدى الصدر بميليشياته التي تضرب وتقتل على مرأى ومسمع العالم دون رادع أو قانون يحاسبهم أصبح مجرد أجير لإيران، بل إن القطيعة بين الصدر والمتظاهرين العراقيين باتت واضحة أكثر من أي وقت مضى بحسب صحيفة لوتان سويسرية. ووصف المعهد الملكي للشؤون الدولية في بريطانيا تشاتم هاوس، وصف مقتدى الصدر بأنه أصبح فاقداً لمصداقيته تماماً بين العراقيين بعدما أراق دماء المتظاهرين، مشيراً إلى أن الصدر كثيراً ما وضع نفسه في مآزق تدفعه إلى التراجع عن مواقف سياسية منذ عام 2003. المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب وثق تلك الانتهاكات الصريحة لحقوق التظاهر السلمي، مؤكداً أن استخدام الأسلحة المحرمة يخلف إصابات بالغة. هذه الطريقة في استخدام القوة المفرطة لم تخرج المتظاهرين عن سلميتهم، بل أكدت إصرارهم، فقد وصف موقع World Political Review الأمريكي وصف المشهد في ساحات التظاهر بالمفاجئ لقوات الأمن وميليشيات الأحزاب في العراق لقوة التظاهرات التي يقودها الشباب وقدرتهم على الصمود رغم الحملة القمعية الدموية التي تشن ضدهم. كذلك أثنت صحيفة فاينانشال تايمز على المتظاهرين الذين أبدوا تصميماً غير مألوف على استكمال ثورتهم رغم الهجمات الوحشية التي طالتهم. مستمرين منا لحد ما يسقط محمد علاء وجميع الأحزاب. الإصرار على تحقيق أهداف ثورة تشرين دفع عشرات الآلاف من المتظاهرين للتوقيع على وثيقة أطلقوا عليها وثيقة العهد على مواصلة التظاهرات، وفي ذات الوقت أكدت اللجنة المنظمة لتظاهرات ثورة تشرين رفضها لما يسمى بمجلس الإنقاذ الوطني، مشيرة إلى أنه لا يمثل المعتصمين الأحرار في ساحات التظاهرات. إذن بداية أرحب بضيوفي الكرام في هذه الحلقة، الأستاذ حسين السبعوي الكاتب والباحث السياسي معي في الاستوديو، مرحبا بك أستاذ حسين السبعوي. حياكم الله. وأرحب أيضا بالدكتور فاروق الفتيان الراوي، مرحبا بك دكتور فاروق. أهلا وسهلا بك وبضيفك الكريم وبمشاهدي قناة الرافدين. أهلا بك دكتور فاروق. وأرحب أيضا بالسيدة ناهد أحمد الناشطة في التظاهرات من بغداد. سيدة ناهد مرحبا بك. أهلا وسهلا. أهلا بكم ضيوفي الكريم. أبدأ معك أستاذ حسين السبعوي، يعني شاهدنا هذا التقرير فيه تهديدات علنية للمتظاهرين السلميين، المتظاهرين لم يطالبوا إلا بوطن، طالبوا بمطالب مشروعة، هم لا يريدون الفساد، لا يريدون سياسيين يحكمونهم، يعني لم يستفيدوا من وطنهم بشيء، من ثروات بلادهم بشيء، من نفطهم بشيء، فقط السرقة والفساد، ميزانيات مليارية تذهب هباء منثورة، معتقلات، سجون، تحطيم في البنى التحتية، لم يجنوا شيئا جيدا
من خلال العملية السياسية وهؤلاء السياسيين وهم مرفوضون. يعني مع ذلك ثورتهم السلمية وجهت بالقمع وبالقنابل المسيلة للدموع القاتلة المحرمة دوليا، وكذلك الآن وخلال هذه المرحلة بالسكاكين على يد القبعات الزرق وأتباع ميليشيا مقتدى الصدر. يعني أليست هي ثورة سلمية؟ هكذا تقابل هذه الثورة؟ بالتأكيد هي ثورة سلمية. هذه الثورة السلمية هي هددت النظام، هددت النظام المبني على الأسس الطائفية وعلى المحاصصة الحزبية. هذه الثورة السلمية فضحت هذا النظام، وفضحت من كان يلعب على يعني على وتر التظاهرات، وهو في الأصل يعني جزء من العملية السياسية في الحكومة العراقية. اليوم هذا التهديد العلني للمتظاهرين هو ليس غريب لكثير من الباحثين والمحللين والمتابعين، لكنه غريب لبعض المتظاهرين ولبعض عموم الشعب العراقي. هذا التهديد هو امتداد لما قام به جيش المهدي الذي هو أيضا أسسه مقتدى الصدر في 2006، والذي مارس أعمالا طائفية إجرامية هجر الكثير من أهالي بغداد وخاصة من العرب السنة في بغداد في 2004 أعتقد في 2004 نعم. إلى 2003 نعم. نعم. فهذا التهديد أصبح اليوم علني، وبنفس الوقت بكل جرأة. اليوم التيار الصدري ومقتدى الصدري يعيشون أسوأ أيامهم. كان سابقا يروج لنفسه بأنه هو يعني ذات الأصل العروبي والمشروع الوطني وإلى آخره. اليوم ما عاد يمكن أن يقال مثل هذا الكلام بعد هذه التهديدات وبعد الممارسات القمعية التي مارسها أتباعه ضد المتظاهرين. اليوم مقتدى الصدر لا يستطيع الانقلاب على العملية السياسية التي هو جزء أساسي منها، ولديه أكبر كتلة نواب فيها ووزراء ومسؤولين، وهو مستفاد من هذه. وفي نفس الوقت لديه من الأتباع المحرومين المضطهدين اللي الفقراء، لأنه هو يمثل هذا التيار اللي هو مدينة الصدر أغلبها من الناس الفقراء والمعدومين وإلى آخره. فاليوم يعيش أسوأ أيامه، لأن الكثير من أتباع هذا التيار بدأ ينسحب وينقلب على هذا الأداء، لأنه فوجئ بأنه سابقا كانت التهديدات طائفية لمكون معين، اليوم التهديدات لنفس المكون الذي ينتمي إليه مقتدى الصدر، لأنه هددوا مصالحه وهددوا هذا النظام. فاليوم كثير من الأمور افتضحت، ولا أعتقد هذه فيها خير كثير، لأنه ما كان أن يفتضح لولا مثل هذه التظاهرات، ما كان أن يفتضح أمثال هؤلاء الذين استفادوا كثيرا من العملية السياسية ورفعوا شعارات ظاهرها وطني وباطنها طائفي. لولا أمثال هذه التظاهرات ففضل هؤلاء الشباب هو فضح الكثير من الساسة ومن رجال الدين ومن المعممين الذين سابقا كانوا يركبون موجة التظاهرات ثم يستفادوا منها ولأحزابهم فقط. هذه التظاهرات لم تسمح لأحد أن يركب موجتها، لم تسمح لأحد أن يسرق مطالبها، أن يسرق جهودها، فهي الفاضحة للجميع. وأعتقد هذا فيه خير كثير، رغم ما يعانيه المتظاهرين من مأساة من قتل. هم بالأساس يعني المتظاهرون خرجوا يعني لم يخرجوا المتظاهرون بطرا إلى الشوارع، يعني هم خرجوا من حاجة ماسة، خرجوا بسبب الفقر، بسبب يعني الحرمان، بسبب الاضطهاد، بسبب يعني الفساد المستشري في مفاصل الدولة. يعني حدث العاقل بما يعقل. دكتور فاروق الراوي إليكم، يعني هناك تهديدات علنية من قبل ميليشيات تابعة لمقتدى الصدر لمتظاهرين سلميين. يعني المتظاهرين السلميين ماذا يريدون من الحكومة؟ يريدون حقوقهم. لماذا يعني هذا التهديد العلني؟ يعني جايينكم بالبطة هسه بالتوثية، ما يعجب قائدنا بالبطة نشيله. يعني البطة هل أصبحت الحل في العراق من أجل الحصول على حقوق المواطن العراقي؟ هل الحل في البطة مثلا؟ كما ذكر ضيفك الكريم أن الأمور افتضحت، أن في السابق كان يركب أكثر من موجة. مقتدى الصدر كان الورقة الرابحة بالنسبة إلى إيران تستخدمها في الوقت المناسب، يعني كان يلعب على جميع الأطراف، وكنا نتذكر كيف لعب على الأطراف العملية السياسية بكاملها أيام سحب الثقة من المالكي، وبالأخير تراجع ومنح الثقة إلى المالكي. التيار الصدري الآن مثل ما ذكر الضيف
أنه بعد هذه الثورة وبعد هذه التظاهرات، في السابق كانت التظاهرات ربما تمثل كل الأطياف المجتمع، التظاهرات أو الثورة تشرين انبثقت من المحافظات الجنوبية ومن الأغلبية، إذا أردنا نسمي المسميات بمسمياتها، من الأغلبية الشيعية، ولذلك عندما ثارت هذه الجماهير ما أصبح أمام مقتدى الصدر إلا ركوب الموجة. ففي البداية دخلوا مع الثوار وكانوا يحاولون استغلال التظاهرات، لكن لما انكشفت أوراقهم ولما أصر الثوار على الاستمرار حتى أسقاط النظام ولم يقبلوا بأي حلول تسويفية، هنا أصبحت ما لا يوجد أي خيار أمام مقتدى الصدر سوى الدفاع عن النظام، هذا النظام اللي هو يمثل التوجهات الإيرانية ومدعوم من إيران ومن القيادة الإيرانية. ولذلك الآن أصبح عندما انكشفت أوراق مقتدى الصدر وانكشفت أوراق القوى السياسية الأخرى اللي كانت تطرح نفسها أنه هي مع منح المتظاهرين ومنح المجتمع والجماهير مطالب ذات المطالب المشروعة، لما فشلت كل هذه المحاولات لإفشال التظاهرات أصبح أمام التيار الصدري خيارين، إما أن يلتحق بالثورة بشكل كامل وهذا لا يحقق مطالبه لأنه هو جزء من العملية السياسية، بل هو الجزء الأخطر في العملية السياسية لأنه هو المستفيد من المرحلة الأولى وهو اللي قاد عملية التهجير ومثل ما ذكر ضيفك عملية القتل ومن خلال جيش المهدي في الأشهر الأولى بعد الاحتلال. ولذلك مقتدى الصدر لم يتغير، هو نفس الأسلوب ونفس استخدم، لكن الآن أصبح أمام خيارين، الخيار الأول أن يدعم هذه الثورة ويسقط النظام، وهذا مو خياره ولا هو ممكن أن يتفق مع هذا الخيار، ولذلك لم يعد أمامه سوى الخيار الثاني وهو التصادم والمواجهة مع الثوار، ولذلك الآن أصبح استخدام العنف بشكل مفرط وبشكل علني سواء من خلال القبعات الزرق أو بعدها من خلال الميليشيا اللي تدخل إلى الساحة في وضح النهار أو في الليل أو من خلال مساعدة القوات الأمنية اللي هي متعاونة مع الميليشيات وهي أغلبها الأساس من الميليشيات. نعم، ابقى معي دكتور فاروق، سأعود إليك مرة أخرى. أرحب بالسيدة ناهد أحمد الناشطة في التظاهرات، تنضم معي عبر الهاتف من بغداد. سيدة ناهد مرحبا بك مرة أخرى. يعني ظاهرة الطعن بالسكاكين للمتظاهرين السلميين من قبل ميليشيات القبعات الزرق أو الميليشيات التابعة للأحزاب أو لمقتدى الصدر وما إلى ذلك إلى آخره، يعني كيف واجه المتظاهرون السلميون هذه الظاهرة التي تهدد حياتهم بشكل مباشر؟ نعم واجهوها بالإصرار، قلنا لهم من البداية إن خرجنا هذا الوطن، يعني حفظ كرامتنا حقوقنا، هذا هو الوطن اللي نريده إحنا، مو وطنهم، وطن الميليشيات، وطن القمع، وطن يعني هم هسه حاليا قاعدين بالسبحة، يعني خارج نطاق الضوابط، خارج نطاق المعايير الأخلاقية، حتى ما يضرب الهجوم بالسكاكين بالسلاح الأبيض على المتظاهرين، محاولة بعد ما فيش لو ركوب الموجة، حاول عدة مرات يركب الموجة وما قدر، بالانتفاضة أو المظاهرات مال 2015 و2014 أو جرجرنا للمنطقة الخضراء وبالتالي تركنا، هذه أبد ما ننسى هي تركنا، وصلنا لأبواب المنطقة الخضراء وتركنا، ومع ذلك دخلنا إحنا التيار المدني، دخلنا وقسم من التيار الصلي أو كان يمتنع ما رضى يقول، لكن أخذت الحمية، والله أنا بصراحة قسم من عندهم احترمهم خصوصا اللي انقلبوا عليه، دخلوا ويانا للمنطقه الخضراء، ومع ذلك رغم كل هذا جو الحزب الشيوعي، ممثلين عن الحزب الشيوعي وممثلين عن مقتدى الصدر وطلعوا. نعم.
لحد الان يحاول يركب الموجه وما يقدر، لما شافنا السنه قدروا عجز اضطروا ان يكشفون عن وجوههم، وجوههم القبيحه المجرمه، وطلعوا خارج نطاق الدبلوماسيه وهاجموا مو بس يعني هجوم مفرط. سيده ناهد يعني معظم نعم جدا سيده ناهد معظم احنا امام كل هذا، احنا مصر يزيدون اضرار يزيدون اضرار باذن الله تعالى مصرين وباقي. نعم معظم المشاركين في هذه او معظم الثوار طبعا هم من المناطق الفقيرة في العراق، أيضا من منطقة مدينة الثورة، مدينة الثورة أو مدينة الصدر، يعني معظم أتباع التيار الصدري هم من الفقراء، يعني ما الذي أفاد مقتل الصدر هؤلاء العوائل أو هؤلاء الناس هؤلاء الشباب، ما الذي جنوه من خلال المكاسب السياسية التي استحصل عليها؟ لديه 6 وزراء. أنا العقل الجمعي مالتهم يعني ما أدري هاي النظرية الدينية مالتهم هي هاي اللي تخليهم يتحملون الجوع والفقر ويتبعوا، يعني بصراحة هذا ظاهرة من مظاهر التخلف يا أخي. شنها التخلف هذا؟ يعني تناطين عقولكم الشخصي فتفر بمكانكم، هو هذا تصرف، ولو ما قسم من عجم قلبه عليه، لأنه تعرف الجوع والفقر، فقر ما ينحمل مثل ما قال الإمام علي، وكان الجوع الفقر رجلا لقتاده انقلبوا عليه، لكن هو الكثير من عندهم ما يزالون يعني بصراحة للأسف يعني أنا عنعتهم بالقطعان. نعم شنو وراء ابقي معي سيدة، إنسان جاهد حتى هو ما عنده ذاك المستوى الثقافي اللي يتكلم اللي يتحدث. سأعود إليك سيدة ناهد أحمد. بالعودة لك سيد حسين السبعاوي، يعني استمعت إلى ما تحدثت به سيد ناهد أحمد، هذا لسانك لسان حال جميع متظاهري ثورة تشرين، يعني ما الذي جنوه من هؤلاء السياسيين من مقتدى الصدر أو من مكاسبه السياسية؟ يعني تحدث دكتور فاروق قال أصبح الآن أمام الصدر خيارين أو خياران، إما يدعم هذه الثورة وهو ضد مكاسبه السياسية، أو أن يعني يتصادم بشكل أكبر مع المتظاهرين السلميين. يعني نلاحظ الآن خلال هذه الفترة تزايد انتقاد المتظاهري ثوار تشرين لمقتدى الصدر، يعني حتى أن البعض منهم كانوا من ضمن أتباعه، الآن يعني تزايدت خلال مواقع التواصل الاجتماعي، نلاحظ هذا الأمر على ما يؤشر؟ يؤشر على أنه هذا التيار اللي سابقا كان يستحوذ على الجماهير ويستخدمها كيف ما يريد بالإفلاس، مستقبل مقتدى الصدر وأركانه هو يعني حقيقة يعني مستقبل إفلاس سياسي وإفلاس جماهيري، لأنه لا ننسى أن التيار الصدري هو الوحيد الذي كان يمتلك تيارا جماهيريا داخل العملية السياسية، البقية دكاكين سياسية، البقية فقط يمتلكون ميليشيات مسلحة، لكن مقتدى الصدر كان يمتلك ميليشيا ويمتلك تيارا ويمتلك مناطق شبه مغلقة لديه. هذه التظاهرات فضحت التيار الصدري وفضحت وكشفت مآربه ضد أتباعه، لأنه أغلب أتباعهم من الفقراء من المحرومين كما ذكرت لك، وهم المحتاجين، فاستخدمهم فترات طويلة من الزمن سواء في تظاهرات أم في أعمال عنفية ضد المكونات الأخرى، وتورط كثير منهم في دماء العراقيين، ولكن عندما وصلت الأمور إلى ما وصلت إليها الآن وهو أمام كسر عظم، إما أن يكون هنا أو يكون مع العملية السياسية، فاختار العملية السياسية، وأعتقد أيضا تياره غالبية تياره سيختار الشعب، وهذا ما ندعو له، أنه على التيار الصدري أن يختار المتظاهرين ويختار المشروع الوطني بدل هذه المشاريع التي استهلكتهم سواء في قتل أبناء الشعب العراقي أم في استخدامهم في مآرب سياسية لهذا التيار الذي لم يحصلوا منه شيء ولم يجنوا منه أي شيء. ما زال أتباع التيار الصدري هم الأكثر فقرا والأكثر حرمانا والأكثر جوعا سواء في بغداد أم في المحافظات الأخرى. الغريب بالأمر يعني هم عراقيون ويعرفون بالعراقيين، ولا بد أنه من حمل سكين من القبعات الزرق وقام بالطعن لشخص معين ربما يكون هذا الشخص جاره أو ابن عمه أو ابن خالته أو
بالتأكيد او 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 صديقه. يعني المهم يعني من باب العراقية ومن باب الوطنية كيف يحمل سكين ويطعن متظاهر سلمي؟ يعني بالأخلاقيات هل يعقل هذا؟ لا لا هو لا يعقل، ولكن هناك يعني لا ننسى أنه هناك تبعية دينية وتبعية حزبية، كلاهما موجود في مقتدى الصدر وأتباعه. هذه التبعية الدينية بدأت تضعف لأن الناس بدأت تشغل عقولها، تجتهد مع عقولها، ليست يعني طاعة عمياء. التبعية الحزبية بدأت أيضا تتفكك شيئا فشيئا، لكن لا ننسى أن مقتدى الصدر القوى السياسية استفادت منه كثيرا في هذا التيار الموجود. لماذا؟ اولا النظام في العراق لا يوجد لديه معارضه سياسيه داخل البرلمان، كل من اشترك في الانتخابات ويريد وزاره لا توجد معارضه. وجود مقتدى الصدر ووجود هذا التيار الذي يستخدمه هو يمنع وجود معارضه حقيقيه للحكومه العراقيه والعمليه السياسيه، مما جعله يستحوذ على هذا المشهد. كلما تظهر معارضه لهذا النظام من خارج البرلمان يستحوذ عليه مقتدى الصدر ولا يسمح بوصول الى الخطوط الحمراء. كذلك في البرلمان لا توجد معارضة، أو لأول مرة نظام برلماني بلا معارضة، فهذه أيضا كانت مستفادة من القوى الحاكمة وتحديدا القوى الشيعية الحاكمة من تيار مقتدى الصدر، ولكن الآن بدأت تفشل لأنه اليوم التيار الشعبي والتيار الوطني لم يسمح لأحد أن يركب موجته. هؤلاء المتظاهرين فضحوا وهم من يمثلون الشعب العراقي ويمثلون أنفسهم، لأنهم أيضا الشعب العراقي تقريبا شبه فوضهم بأن يمثلون، طالما يحملون المشروع الوطني، طالما يحملون المشروع الوطني فهم يمثلون الشعب العراقي، ولا يمثل المشروع الوطني إلا هؤلاء في الوقت الحاضر. أنا أعتقد القوى الشيعية أيضا خسرت بخسارة مقتدى الصدر لسلوكه الأخير في قمع للمتظاهرين. سابقا كان يقمع قمعا طائفيا، وتحديدا بين قوسين المكون السني كان يقمعه وهجره من بغداد وفي بقية المحافظات. اليوم هو يقمع ذات المكون الذي ينتمي إليه مقتدى الصدر، وأعتقد مستقبلا سيقمع تياره أيضا الذين ينشقون من مقتدى الصدر. وهكذا يعني نقول أنه سيصبح كعقربين في قنينة، إما أن يقتل أحدهما الآخر أو يموتان معا. نشاهد أيضا ضيوفي الكرام سادة المشاهدين هذا المقطع المصور، وإن كان هو قصير ولكن نشاهد فيه التهديدات العلنية التي يعني أطلقها أتباع أو ما يسمون بأصحاب القبعات الزرق أتباع ميليشيا مقتدى الصدر للمتظاهرين السلميين، بأننا سوف يعني اللي ما يعجب قائدنا بالبطة نشيله وجايينكم بالبطة هسه بالتوثية. هناك تهديدات بالعصي وتهديدات بالسيارة التي كانت تخطف العراقيين وترمي بهم في أماكن معروفة في العام 2006 و2007. الآن هذه تهديدات موجهة للمتظاهرين، نتابع. إذن تابعنا سويا هذا المقطع. بالعودة إليك دكتور فاروق الراوي، يعني ماذا يترتب قانونيا على هذه التهديدات العلنية وهذه الاعترافات العلنية بأن هذه الميليشيا قامت بعمليات إبادة، وإن كان بشكل يعني إيحائي أو تلميح، قامت بعمليات إبادة بشرية أو إبادة ضد العراقيين، سوف يعني أيضا يعني توجه هذه التهديدات إلى المتظاهرين وقاموا بالتصفيات بشكل فوري بعد بداية ثورة تشرين، سواء بالقنابل المسيلة للدموع أو بالرصاص الحي أو بالصشم والآن بالسلاح الأبيض بالسكاكين، والتهديدات مستمرة. ماذا يترتب على ذلك من أمور قانونية وخاصة مع موقف مقتدى الصدر؟ للأسف غياب القانون في العراق من 2003 ولحد الآن، الجرائم التي ارتكبت سواء في 2003 و2004 و2005
إلى حد الآن إلى الجرائم التي ارتكبت في التظاهرات، الجرائم التي ارتكبت في ساحة التحرير، في الخلاني، في الوثبة، في الحبوبي، في البصرة، في كربلاء، في النجف. هذه الجرائم كلها ارتكبت ولحد الآن لم يقدم أي شخص إلى محاكمة أو إلى القضاء. إذن الجانب القانوني لو هناك كان قانون فعلي لأحيل إلى المحاكم الفورية، سواء كان من يهدد أو سواء من استخدم السلاح أو من قام بقتل المتظاهرين. يعني الكل يعلم أن عدد الجرحى تجاوز 25,000 جريح، عدد الشهداء تجاوز 700 شهيد. إذن هؤلاء من قتلهم؟ هؤلاء من استخدم السلاح بوجههم؟ إذا كانت الميليشيات أو إذا كان أصحاب القبعات الزرق أو إذا كانت القوات الأمنية؟ إذن هذه كل هذه هي عمليات مخالفة للقانون، هي يجب أن يتابع المجرم من قبل القانون، لأنه اللي أمامه هو متظاهر سلمي لم يستخدم السلاح، خاصة في الأيام الأولى. في الأيام الأولى كانوا يحملون الرايات وبصدور مكشوفة ولا تسمع إلا هتافاتهم. ربما الآن في بعض الأحيان يستخدموا الحجارة أو يستخدموا إعادة قذف القنابل المسيلة للدموع، ولكن في الأيام الأولى تجاوز عدد الشهداء 500 شهيد دون أن يكون هناك أي مقاومة لهذه القوى المهاجمة. الآن استشرس التيار الصدري لأن مثل ما ذكرت لم يعد أمامه، أصبح الآن واضح كل شيء، وأصبح تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود، ولذلك هو كان ضمن الخيط الأسود وأصبح يجب أن يواجه هذه القوى بقوة قد يعني يعني نستطيع القول أن القانون هو لصالح الآن الميليشيات والأحزاب، وأن القانون قد سيس منذ عام 2003 وحتى الآن. نعم نعم، ولذلك سرقة، يعني ليس فقط في التظاهرات، في سرقة المليارات، المليارات التي سرقت، الأموال، الفساد لم يحال. ما تجري من محاكمات سواء كانت من هيئة النزاهة وإحالات، كلها أغلب المحالين هم خارج العراق ويتمتعون بالمليارات اللي سرقوها. رأس الفساد سواء كان رئيس الوزراء السابق أو الأسبق أو اللي قبله، كلهم عليهم ملفات فساد، لا زالوا يتمتعون بالحصانة البرلمانية ولديهم حمايات كبيرة ويسكنون في المنطقة الخضراء ويتمتعون بامتيازات كبيرة جدا جدا. إذن القانون مغيب من يوم الاحتلال ولحد الآن. لو حدث ما حدث في العراق خلال الأيام الأسابيع القليلة الماضية، في أي دولة من الدولة لسقطت الدولة ولا أحيل، لسقطت عفوا الحكومة ولا أحيل وزير الداخلية ومدير ومدراء الأجهزة الأمنية إلى القضاء مباشرة، ولكن لحد الآن لم نرى أي شيء. نعم، ابقى معي دكتور فاروق. بالعودة إليك سيدة ناهد أحمد، يعني قبل مدة يعني هناك حديث عن تشكيل فريق أو فريق من المتظاهرين السلميين للتواصل مع المنظمات الدولية، مع الجهات المختصة التي لها علاقة بإيصال صوت المتظاهرين إلى خارج العراق، إلى المنظمات الفاعلة، إلى الدول الأوروبية. يعني هل هذا الأمر إلى الآن هو في تواصل، المتظاهرون الآن أو هذا الفريق هل هو في تواصل مستمر لإيصال صوت المتظاهرين إلى الخارج لوضع حد لهذه الانتهاكات التي ترتكب؟ نعم، طرقنا جميع الأبواب، ما خلينا. أنا نفسي شخصيا واحد من زياراتنا للمقر حدا بأربي، أنا كنت واحدة من هذا الوفد، والأوروبا والكوريين، لكن لحد الآن ماكو ذاك التجاوب المطلوب. وأنا أقول لك بصراحة، إحنا شعب يعني بدون راعي، إحنا قاعدين على أنقاض دولة وإحنا شعب بدون راعي، والحكومة بتتصرف ويانا وفق من أمن وضرب القانون عرض الحائط وتقمعنا، ولانه بعشين بتلاقي عدم ردود فعل دوليه
دولية، والدول أيضا تعاملها مع حكومة العراق لتمنحها الشرعية. يعني على أي أساس بومبيو وغيره يتعاملون وياه؟ طيب سيدة ناهد، يعني لجنة التظاهرات ذكرت أنه المستشفيات ترفض استقبال الجرحى لأن هناك أوامر من الأحزاب بعدم استقبال أي جرحى من المتظاهرين. إلى الآن المستشفيات لن تستقبل جرحى تظاهرات تشرين؟ نعم هذا الشيء نعاني من عند أخي، انفقدت الدبلوماسية. يعني قبل كانت الدول القمعية، حتى بوقت صدام كان قمعي دموي، دمرنا. أنا أقول لك بصراحة، يعني أنا ما راضي عليه لحد الآن. لكنه قبل كان الدولة والحكومة تقابل الشعب، الدبلوماسية تسكتها للمواطن. صحيح بقلبه ما راضي، لكنه تسكتها بالأقل، ما يجيب حجة. السحالية القباحة، يعني الوقاحة الأخلاقية تتعامل بيانها. نعم، بالعودة إليك أستاذ حسين السبعاوي. أبقى معي سيدة ناهد أحمد لو سمحتي، سأعود إليك مرة أخرى. أستاذ حسين، يعني نتحدث عن المواقف الدولية والتجاوب والتفاعل مع تظاهرات تشرين السلمية، ليس هناك أي موقف فاعل يضع حد لهذه الانتهاكات. الاندبندنت تتحدث في آخر تقرير لها بالأمس، تقول توافقات الكتل السياسية تتجاهل المتظاهرين وتحمي قتلة المتظاهرين. يعني الأمر أصبح علنا، كأنما نحن يعني أصبح الأمر طبيعيا، يعني في أرض فلسطين يقتل الفلسطينيون والأمر طبيعي، قتلت القوات الصهيونية كذا عدد من الفلسطينيين والأمر طبيعي. أصبح الآن في العراق الأمر مشابه، قتلت قوات الأمن أو الميليشيات أو القوات الحكومية عدد من المتظاهرين، أصبح الأمر طبيعي لدى العالم. كيف يعني تابعت تفاعل العالم، يعني القوة الدولية، الإعلام الدولي مع قضية المتظاهرين في العراق؟ يعني شوف، قضية الدولية والإقليمية، ما هو معلوم بالضرورة بأن هناك قوتين لها الهيمنة الكاملة على العراق، إيران والولايات المتحدة أمريكا. هذا الدولة، القوتين هي صاحبة تقريبا القرار الرئيسي في العراق. ما لا يعلمه الكثير أن التخادم الأمريكي الإيراني، كثير من العراقيين وكثير من المتابعين لا يعرفون بهذه الحقيقة، فقط يعتمدون على الحرب الكلامية فيما بينهم. أمريكا قدمت لإيران خدمة كانت تحلم بها خلال العقدين من السنين الماضية، قدمت لها خدمة بعد فشل مشروع تصدير الثورة إلى العالم العربي، قدمت لها خدمة احتلال العراق وإسقاط النظام ذات البعد القومي، وقدمت لها خدمة بإسقاط حكومة أفغانستان ذات البعد الإسلامي التي أيضا كانت تعارض تمدد المشروع الإيراني. كان هذا النظامين، واحد ذات بعد قومي واحد ذات بعد إسلامي، كلاهما يعارض التمدد الإيراني في المنطقة. فقامت أمريكا بإسقاط هذه الأنظمة واحتلال دولها، مما سهل لإيران بالتمدد في اتجاه باكستان وأفغانستان وإلى آخره وفي المنطقة العربية. ولاحظ بعد 2003 وبعد ما هيمنت إيران على المشهد العراقي كيف تمددت في العالم العربي وكيف هيمنت على القرار العراقي السياسي. بفضل من تمكنت إيران؟ بفضل الولايات المتحدة. إذن التخادم الأمريكي الإيراني قائم على المستوى الاستراتيجي. نعم هناك خلافات تكتيكية والأخير. إذن كيف نرجو من مواقف دولية تنقذ الشعب العراقي وتعيد له وطنه وتأتي بحكومة ذات مشروع وطني تخدم الشعب العراقي؟ هذا شبه مستحيل. لاحظ المواقف الإقليمية بالنسبة للعالم العربي صامتا لا يتكلم صمت القبور، ليس هناك أي شيء أبدا. أما الموقف الإيراني كموقف إقليمي فهو مسارد 100% للحكومة وميليشياتها. طيب الموقف الدولي الأمريكي لا نسمع منه إلا بعض التصريحات الصحفية التي لا تسمن ولا تغني من جوع. وزارة الخارجية الأمريكية تحدثت ودانت عمليات القتل. لا يا سيدي، هذا لا يكفي. وزارة الخارجية عليها أن تنتقل، والمسؤولين الأمريكان أن ينتقلوا من التصريحات الإعلامية الصحفية إلى اتخاذ القرارات، وهذا ما لم يحصل.
لأنه الأصل الاستراتيجية الأمريكية مبنية على التخادم الأمريكي الإيراني، وهذا ما لا يعلمه الكثير. إذن هذا تناقض. تأكيد تناقض الأمريكي الإيراني والبيانات الأمريكية على أنها في لصالح المجتمع العراقي والمتظاهرين العراقي. طيب. هذه كذبة غير مقبولة على الإطلاق. اسمح لي في هذه النقطة أن أعود للدكتور فاروق الراوي. دكتور فاروق، يعني وأنتم في أثينا الدول الأوروبية، يعني هناك ربما لا يوجد تناقض لدى هذه الدول في تعاملها مع بعضها البعض، ولكن لماذا العراق مثلا تحديدا هناك تناقض في التصريحات، تناقض في المواقف؟ الكل هو يعني كسفارات، مثلا سفارات 6 دول دانت عمليات القتل والمجازر ضد المتظاهرين، ولكن على الطرف الآخر لا نلاحظ أي خطوة فعلية تحد من انتهاك حقوق الإنسان في العراق، بل تجد أن يعني المجرم يتباهى بعصا، يتباهى بسكين، ويقول ها هنا نحن سوف نضعكم في البطة، سوف نقتلكم، سوف كذا. يعني ما سبب، ما تفسير هذا التناقض الدولي في التعاطي مع قضية ثورة تشرين المطالبة بوطن وهي ثورة سلمية؟ للأسف الموقف الدولي والمنظمات الدولية ليس بجديد. يعني مثل ما ذكرت، يقتل الفلسطيني في فلسطين، والسوري في سوريا، واللبناني في لبنان، والقاتل معروف، والسلطات التي تقوم بالقمع معروفة، ولكن لا تتعرض إلى أي نوع من الضغوط ولا إلى ربما إدانة أو استنكار، وهذه لا تغني ولا تسمن من جوع. ليس بجديد، والدليل أنه الحصار اللي فرض على العراق، كلنا نعلم كيف واجه المجتمع الدولي الحصار على العراق، ورغم آلاف الوفيات والأطفال والنساء، لم تبادر أي منظمة دولية بالضغط على الولايات المتحدة الأمريكية أو على القرار الأمريكي لرفع هذا الحصار. الآن ما يجري مثل ما ذكر ضيفك هو تبادل أدوار ما بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. طيب أستاذ دكتور فاروق، يعني فيما يخص يعني المجتمع الدولي، يعني لماذا يتعامل مع يعني بمنطقة البراغماتية مع العراق؟ هل السبب أن في العراق مثلا يعني هناك قوات أمريكية موجودة، هناك منابع نفط، لذلك تطغى المصالح الدولية على موضوع التدخل الفعلي؟ للأسف ليس فقط في العراق، المجتمع يعني أوروبا على سبيل المثال، الاتحاد الأوروبي الآن يواجه مشاكل عديدة داخل الاتحاد الأوروبي، خروج بريطانيا، الأزمات الاقتصادية التي تمر في أكثر من ضرب، ولذلك المسائل الدولية لا تأخذ حيز ربما 5 أو 2% من اهتمامات الاتحاد الأوروبي أو دول الاتحاد الأوروبي. على سبيل المثال، أنا هنا في اليونان منذ أكثر من 10 سنوات. رغم كل المحاولات مع المنظمات والهيئات تحاول، وربما من خلال المشاركة في ندوة، من خلال المشاركة في تظاهرة، يخرج صوت من يستنكر، ولكن على الصعيد السياسي وعلى الصعيد الدبلوماسي تجد أن هذه الدول لها علاقات مع الحكومة العراقية، ولا تبادل تجاري ولا تبادل دبلوماسي. الدول الـ15 أو السفارات الـ15 التي استنكرت ثم ماذا؟ بعد الاستنكار لم تقم بأي عمل للدفاع عن المتظاهرين في ساحة التحرير، بل بالعكس ازدادت عمليات الطعن والاغتيال جرت بعد إصدار هذا البيان أو بيان الاستنكار. مقتدى الصدر كشر عن أنيابه وأنياب أصحابه بعد صدور هذا القرار، ولم نرى أي تحرك لا دولي ولا أمريكي ولا أوروبي. نعم دكتور. لوقف هذه التجاوزات. نعم دكتور، أبقى معي لو سمحت. بالعودة إليك سيدة ناهدة أحمد، يعني قبل مدة، يعني في حال أعلن، طبعا قال محمد توفيق علاوي أنه جاهز، فقط بقي على الإعلان، يعني في حال
أعلن يعني محمد توفيق علاوي حكومته واستلم زمام الأمور، يعني كيف سيتعامل مع ذلك المتظاهرون في ساحات التظاهر؟ طبعا قبل كل شيء خلينا نشوف الحكومة ما اللي راح يشكلها الوزراء، وأنا اطلعت نفسي يعني وجدت أسماء، يعني الشارع العراقي متقزز من عندها ورافضها، وهو لحد الآن راح يعني هو مو أكيدة بس يعني خبر شبه أكيد، يعني من ضمنهم صفية السيد وحنان الفتلاوي وبعد مجموعة من أسماء الرجال أيضا، يعني هو شين هاي شين هف، يعني احنا وكأنه بيناتنا حوار طرشان عدم تفاهم، يعني هو بوادي واحنا بوادي. هسه احنا هاي الاسماء احنا رافضيها وطالعين مظاهرات يابا مظاهرات ضدها، وانتم تنصحونا اياها هسه وزراء علينا. طبعا اياد علاوي احنا يمكن سمعت عن قسم من راي المتظاهرين قالوا نعطيه مجال احتمال، يعني مو اكيده، قالوا نعطيه مجال فتره محدده ونفرض عليه شروط ينفذها، وزعمنا فيها إن تصرف آخر. وبصراحة أقول لك المجتمع الدولي تاركنا المصيرنا، والدول العربية تركتنا المصيرنا، أو ما بليشيلة، يعني هي الجيوش العربية كل تدمرت وراء هم شركاء العملية السياسية. سيدة ناهد أحمد، شركاء العملية السياسية اليوم وبالأمس أيضا صرحوا يقولون الحكومة المقبلة سوف لن تخرج عن نظام المحاصصة الطائفية، هم يقولون ذلك يعني. نعم ما تخرج. نعم. إذا اسمحي لي أن أتحول تفضل. عفوا شكرا لك. اسمحي لي أن أتوجه بالسؤال للأستاذ حسين السبعاوي. أستاذ حسين، هذه الحكومة حسب ما يرى بعض المحللين أنها نسخة من حكومة عبد المهدي بل وأضعف منها. ماذا ستقدم؟ يعني هل ستفي بما تعهدت به؟ طبعا الكلام هو يعني كلام، لا نعرف ما مدى قيمة هذا الكلام، هل هو حقيقي أم غير حقيقي؟ يعني هذه الحكومة من حيث مهماتها كيف تنظر إليها؟ كيف تصفها؟ كيف ستتعامل مع المرحلة المقبلة؟ يعني أولا هذه الحكومة هي تمثل البرلمان والكتل السياسية ولا تمثل المتظاهرين أولا، لأنها ستنال ثقة الكتل السياسية ولا تنال ثقة المتظاهرين. يرفضونها أصلا هم. لا يعني من أين يأتي بشرعيته؟ سوف يأتي بالكابينة الحكومية إلى البرلمان والبرلمان يصوت. البرلمان لا يصوت ما لم تكن لديه حصة ولديه مغنم في هذه الحكومة. طيب ما الذي تعهد به محمد علاوي للمتظاهرين؟ تعهد بثلاثة نقاط أساسية. طيب. أولا محاسبة قتلة المتظاهرين، إجراء انتخابات مبكرة، إشراف دولة على هذه الانتخابات، وعدم التدخل الخارجي في العراق. لو أسأل أي متظاهر بسيط جدا، هل محمد علاوي يستطيع أن ينفذ بما ما تعهد عليه من هذه النقاط الأربعة الرئيسية؟ أكيد الجواب لا، لأنه لا يستطيع كبح الميليشيات، لا يستطيع محاسبة قتلة المتظاهرين لأنهم هم من الميليشيات الذين اليوم الميليشيات كما ظهر في التقرير تهدد علنا. بالنسبة أيضا للإجراء انتخابات المبكرة الشفافة وإشراف دولي عليها، هل يستطيع محمد علاوي أن يجري انتخابات مبكرة حرة نزيهة يشترك فيها الشعب العراقي؟ لأن هذه الكتل السياسية تحولت إلى دكاكين لن ينتخب أحد، فكيف ستخسر؟ ستقبل نفسها، ستكون خاسرة لا محالة. لهذا السبب أنه نقول أنه حكومة محمد علاوي سواء مررت بالانتخاب في البرلمان أم لم تمرر، هي ستواجه مشاكل جمة وستعطي زخما للمتظاهرين كبير جدا، أكثر ما تصور المتظاهرين. بعض المتظاهرين يتصور أنه إذا صوت على حكومة علاوي سيعيشون حالة الإحباط وحالة الفشل وإلى آخره، الأمر ليس كذلك، سيعطيهم زخما لأنه التصويت هي بداية عمل الحكومة، ما يهمنا ما بعدها كيف ستعمل الحكومة وتفي بتعهداتها. ما الذي أدى بالمتظاهر الخروج على حكومة عادل عبد المهدي؟ لأنه لا يفي بتعهداته، إذا سيعطي زخما للتظاهرات كما ونوعا وزيادة مطالب، وأعتقد حتى أسلوب التظاهرات سيكون مختلف، لأنه في البداية قد يجوز التيار الصدري ركب الموجة، التظاهرات ستكون منذ البداية لا تسمح بأحد أن يركب هذه الموجة. طيب دكتور فاروق الراوي بالعودة إليكم، يعني مثل ما هو معلوم أن حكومات ما بعد الاحتلال هناك تشكيل للوعي الجمعي
أسهمت فيه دول إقليمية أو أسهم فيه الاحتلال نفسه، هناك منهجيات وأطر معينة لتشكيل هذه الحكومة أو هذه الدكاكين التي كما وصفها الأستاذ حسين السبعاوي. يعني هل تتوقع أن تحظى الحكومة الجديدة بنفس هذه القوالب؟ يعني على سبيل المثال، يعني مثلا تأييد المرجعية وبالتالي يكون هناك لها قصب السبق وبالتالي تستمر هذه الحكومات. هو محمد علاوي، لو نظرنا إلى محمد علاوي، من هو محمد علاوي؟ محمد علاوي هو جزء من المنظومة السياسية التي جاء بها الاحتلال، يعني ولم يخرج عن العباءة الموجودة، سواء كان بانتماء إلى المرجعية أو بانتماء إلى الكتل الطائفية أو بانتماء إلى الأحزاب الشيعية، هو إذن من ضمن نفس المنظومة ولذلك لن يخرج. إضافة إلى أن التكتلات الموجودة أو الأحزاب الموجودة وما تمتلكه من قوة ومن أعضاء في البرلمان، لا يستطيع محمد علاوي أن يتجاوز كل هذه الأمور، حتى إذا قرر أن يتجاوزها فكريا أو يتجاوزها بقرار أنه ربما لمصلحة المتظاهرين أو لمصلحة الثوار يجب عليه اتخاذ بعض القرارات. أنا أعتقد أن الحكومة لن ترى النور ولن تمرر، لأنه ستستمر عمليات المماطلة، وبالتأكيد الكتل السنية والكتل الكردية والصراع الموجود داخل التكتلات الشيعية. إذن البرلمان منقسم على نفسه، ومحمد علاوي لابد أن يرضي كل الأطراف، ولن يرضي كل الأطراف، لأنه إذا رضى كل الأطراف سيخسر الشعب ويخسر المتظاهرين، وهذه الجدلية تجعل من الصعوبة جدا تشكيل هذه الوزارة. شكرا لك دكتور فاروق. أستاذ حسين، يعني ما مستقبل التظاهرات من وجهة نظرك ما بعد تصويت البرلمان على الحكومة؟ لابد من تداعيات لذلك على تظاهرات ثورة تشرين، نريد أن نعرف مسار هذه الثورة في ظل المرحلة المقبلة. لمعرفة مستقبل التظاهرات لابد أن نعرف ما الأسباب التي أدت لخروج التظاهرات. الأسباب التي أدت لخروج التظاهرات هي أسباب سياسية وطنية. ما لم تعالج هذه الأسباب، كل فعل وكل أداء سواء من الحكومة أم من البرلمان أو من المرجعيات الدينية هو يعطيها زخما أكبر وأكثر في استمراريتها في التظاهرات. لهذا السبب علينا أن ندرك الذي قدم مئات الشهداء وعشرات الآلاف من الجرحى ولم يتحقق مطالبه لن يتراجع. لا يراهن على الوقت ولا يراهن على المناخ وعلى الجو الحر والبرد وإلى آخره مثل هذا الأسلوب. المتظاهرين لحد هذه اللحظة لم يلبى الحد الأدنى من مطالبهم، وأعتقد تصويت البرلمان على حكومة كابينة حكومة محمد علاوي، وهذا إذا صوت عليها، سيعطي المتظاهرين زخما أكبر وأكثر، لأنه سيكون محمد علاوي أمام يعني في الواجهة، أمام أن يلزم نفسه بما تعهد به بعد تشكيل حكومته. واليوم أدنى مواطن يدرك بأن محمد علاوي لا يستطيع مواجهة ميليشياوي واحد أو عنصر واحد تابع للميليشيات، فكيف به سيواجه قادة الميليشيات؟ كيف به سيواجه قتلة المتظاهرين ويحيلهم إلى محاكم؟ كيف به أن يعود أن يعيد المال المسروق إلى خزينة الدولة ويحاسب السراق؟ كيف به أن يجري انتخابات؟ كل هذا لا يمكن لمحمد علاوي أن يحقق. ولهذا السبب نقول أن المتظاهرين لم يخرجوا من أجل مطالب فئوية أو إدارية أو خدمية، حتى نقول ممكن أن يرضي المتظاهرين ببعض المال أو ببعض الوظائف ومنحهم بعض القطع على الأراضي السكنية ثم يعودوا. هذا الأمر غير ممكن، لأن التظاهرات لديها مشروع وطني، لديها مطالب وطنية بمعنى مطالب سياسية، وهذه لأول مرة. نعم التظاهرات السابقة خرجت لديها بعض لكن بعض المطالب الوطنية والسياسية، لكن كانت فيها كثير منها مطالب فئوية وإثنية وخدمية وإلى آخره. هذه تظاهرات مختلفة في الأداء، مختلفة في المطالب، مختلفة في الصبر في استمراريتها رغم الاستهداف رغم ما قدمت. هذه التظاهرات فيها عناصر مهمة قوية جدا، العنصر الشبابي والعنصر النسوي والعنصر الطلابي وشيوخ عشائر،
كل هذا وأفرغت أو ميزت صفوفها ما بين من يريد أن يركب الموجة وما بين يريد المشروع الوطني. بعد هذا تمييز الصفوف أعتقد محمد علاوي لا يستطيع أن يقضي على التظاهرات، والمتظاهرين سيزدادوا زخما جماهيريا كبيرا ويصروا على مطالبهم، وأعتقد يرتفع سقف المطالب أكثر فأكثر. في ختام هذه الحلقة أشكر ضيوف الكرام الأستاذ حسين السبعاوي الكاتب والباحث السياسي ضيفي في الاستوديو، شكرا لك أستاذ حسين، ونشكرك شكرا جزيلا دكتور فاروق فتيان الراوي الأكاديمي والسفير العراقي السابق، شكرا جزيلا لك كنت معنا عبر سكايب من أثينا، ونشكر أيضا السيدة ناهد أحمد الناشطة في التظاهرات كانت معنا عبر الهاتف من بغداد. نشكر لكم طيب المتابعة مشاهدينا الكرام، وإلى اللقاء.